إذا عندكم حاجة مستعصية ومشكلة عويصة، دين ما تقدر تأديه، مرض مأذيك، عدو مثلا يترصد لك، أي مشكلة عندك مستعصية، روح اذهب إلى أمك. صدقوني، اذهبوا إلى أمكم والتمسوا منها. شلون تلتمس منها؟ عندنا رواية، ها، لما تلتمس من أمك يعني حاول أن تجلس تحت قدمها، تحت قدمها، امسك رجلها، حاول أن شنو قدمها، تحاول أنه تحتضنه وتقبل قدمها، لأن الجنة تحت أقدام شنو الأمهات. واقع هذا إخواني، هذه أمك هي محط شنو، محط حنانك، محط محبتك، محط رضا الله، محط حاجاتك، محط آمالك، الأم.